أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: كان عند أبي رحمه الله نقود في أحد البنوك، وكان يأخذ عليها أرباحا، لكنه رحمه الله لم يصدق أن هذا ربا، فهل يوجد وسيلة حتى لعل هل يوجد وسيلة حتى يغفر الله له؟ وكان أبي يصرف علينا من تلك النقود، فهل يعني ذلك أننا غدينا بالحرام وملبسنا من الحرام، ومعناه أن لا يستجاب لدعائنا، مع العلم أننا لم نوافق على ذلك ولم نكن نقدر عمل شيء حياله؟ هذا أمر فات وانتهى، ولكن إن قدرتم على أن تتصدقوا بما يعادل الأرباح الربوية فهذا أبرى للذمة وأحسن، أبرى لذمة والدكم وأحسن لكم أنتم بما تناولتم من التغذية من هذا المكسب. وإن لم تقدروا فالأمر مضى وانتهى، ونسأل الله له المغفرة، ويعتبر هذا من الذنوب بل من كبائر الذنوب. والمسلم وإن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه معرض للمشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.